السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على ضرب المتجهات. المسألة رقم 4: في الشكل المجاور إذا كانت المتجه R قيمته 5 متر والمتجه F قيمته 10 متر، جد ألف 2 R باء R نقطة F جيم R متجه في F متجه. الحل الأول عبارة عن ضرب قيمة عددية في متجه. الحل بيكون كالتالي: نأخذ القيمة المطلقة لـ2 R متجه، بدنا نطلع قيمتها، نضرب الـ2 في مقدار R، بيكون عنا 10. في أي اتجاه؟ في اتجاه المحور زد الموجب، يعني في هذا الاتجاه، هذا زد الموجب. نجي للطرف الثاني، R متجه نقطة F متجه، نكتب المعادلة اللي هي RF كوسين 90. منين جبت الكوسين 90؟ بيجي للشكل، بلاحظ هذا المتجه R وهذا المتجه F. المتجه R منطبق على المحور Z والمتجه F منطبق على المحور X. إذا المحاور X Y Z كل محور يصنع مع المحور الآخر زاوية مقدارها 90، وكوسين 90 صفر، إذا الحاصل صفر، إذا قيمة هذا باء صفر. R متجه في F متجه تساوي لـ C كمية متجهة، هذا الضرب الاتجاهي لمتجهين. فإذا C مقدار C بتساوي لمقدار R في مقدار F في كوسين في سين 90. في سين 90 أيضا نفس الشيء، لأن الزاوية ما بين R و F هي 90، أو كوسين 90 واحد، إذا الجواب بده يكون مقدار R في مقدار F ويساوي لخمسة في العشرة وتساوي للخمسين. للخمسين والاتجاه في أي اتجاه؟ للضرب عم بيكون من R إلى F. نجي للرسم، من R إلى F بهذا الحركة. لو وضعنا نظرنا هنا عم ننظر، فعم نشوف انه الحركة عكس عقارب الساعة، اذا حيكون للأعلى يعني في اتجاه المحور Y، يعني في اتجاه المحور Y. اذا بما ان اتجاه الضرب R في F باتجاه عكس حركة عقارب الساعة، سيكون اتجاه المتجه C في اتجاه Y الموجب، يعني في هذا الاتجاه، اذا هذا هو المتجه C. أتمنى تكون وضحت لكم المسألة.